لا دابا هادو شنو غدير معاهم؟ شنو الحل؟ لا والله اخو الله كما قلت لك انا هضر مع ديريكت. نعم هذا اللي غادي عنده دابا. انا زعما نقول انت هذا قد نعطي قد قد والاخرين نوصلهم للبيت. صافي هذا هو الحساب الاولي هو اللي غتشوف معاه من غيره هو ما كنت حاجه. غطمعوه اش كاين اش كاين والسلام عليكم. عاد تقول له تلقى المسائل ها هي فين فين موجوده بقيت هو راه كيتروح. قلت انا نعرف ملي بغيت يخرج من ردو البارح قلت له قول لي الحقيقه شنو كاين. هو واش قال لك؟ بس ما قال لي كان هذا عيط لي ولا شي كاين قلت لك يا سيد محمد. ها؟ قال لي راه غارق الدنيا. قال لي دابا مش عند حلال الدين. يا بابا ما مش عارف فلوس مش عارف شو لازم كان مش رحمه ما حدش كان يشوفه. قول بسم الله وبركاته. لا لا ولد قال لي انا مش عامل لي غير اسال فلوس على انه مش عارف ليه. يقول انا شندي له عنا شحال هذا؟ اسال الدين كان عنده ها؟ كان عنده 20 مليون 30 40 الله يعني امشي لهم معنا ايوه شد بدور يعني كيف وش يعني كل هذا انا ما رديش مثلا تاثر علينا وما ردي شيء بقول فيش بقول كان طلعت وانا ما هبطت قلت لي ما ردي شيء وغير نزل دابا مدك انا قلبي سام واحد وقت نجربني مكان آخر هذا هذا ولا تنب ولا تعبوية ولا ميجا كان في جوكا عارفهم ما كحملوش فيها الساعة جاين لي ولد ولد عيشة بيرة وحاسون على محمد داعش لا ولا عشي لا ولا ما حدش يروف أتاي مشيت معاهم طلع عند الجمهور لا الحال دابا دوك الاولين دابا دوك المسخ دابا ديال اللي كاع ياكلوا فلوس تاع كتجبد وكتعطيهم ولفتيهم قاعده خير خصهم يتغداو خصهم يديروا هذه القضيه ديال الغداء شحال من طلع لي وما كنبغيش ندير تيمشي ويجلسوا في القهوه الرئيس كبار احنا كنسمعوا هو الحال دابا يدير هو دابا تونس اش يقول لي من يكتب لي يقول لك انا ما تردوش شنو كنقولوا لي هنا نقولوا كنعطيهم 4000 ولا 5000 ولا 6000 يا حقاش دابا يوميا ماشي انهار وعاد زيد في السوق دابا هما دابا راه كاين اللي سايق الخبر البدر البدر ماشي من جوج ملي ها البدر خدا جوج ملي هذا خدا جوج ملي ها هذا المير عشالي قعيطر سعيد هذي كناسة كناسة هذو كلهم كلهم خلو جو مليون جو مليون من السوق اه والاخرين ايوا راه الاخرين يسيقوا الخبر على الحاج ما يسيقوش الخبر كل شيء الاخرين الدراري اللي خداو 8000 درهم هما تقول لكم تعطي كان شي واحد حنا شادين بحال هذا شادين الوشك وبحال اللي كذا وبحال اللي كذا ولا هذا ولا هذا حين جبت واحد كيتكلم مع 20 فهمتي وعاد كيهضروا كيقول لكم مازال قال لك الرئيس خدا 50 مليون لا فرق ما كان غير 30 مليون وجبت واحد حتى وعطيت فيها جنيه في العمالة وعطيت 3 مليون للتريزور ديال الموزة ها محمد خويا شوف اللي زاد العيلة في السوق حق الله العظيم والطعام والشرب ما هبد والدي وجبت فيها انا 5000 درهم سارق بلا بلا شهر بلا شهر قال لي شي ني وبك يمكن يسا تحلموا عليه دوك الاحداث وسيبطهم ليا وقال لهم سمع ان الرئيس راه ولا الى راه كان دوك ثلاثه اللي ما عطيتهم شي ودوا 82 كان بقات لي 3 مليون ديك الساعه هما بحسابهم 3 مليون و200 وعطيت